صوت العرب من القاهرة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة. تاريخنا ماضينا حضارة أثار، صور ملاحم، قصص وانبهار، ما بين الخيال والأساطير، مغامرات غدير وبكير، مغامرات غدير وبكير. غدير وبكير في عالم الأساطير، تكتبها مروى محي، مدحت رياض، هندسة إذاعية محمود صبري، الإخراج سعدي حسين. خلصنا الحفلات والأيام الحلوة ورجعنا نسافر من تاني. يا بكير ما تفكرنيش، لحسن أنا زعلان قوي إن الحفلة خلصت والناس الحلوة اللي في الحفلة مش هنشوفهم تاني. الناس الحلوة برضه يا نادر، ولا البنات الحلوين اللي كانوا في الحفلة يا خبوش؟ ما تفهمنيش غلط يا عم الهدهد، هما البنات كانوا حلوين بس أنا أقصد كل الناس الحلوة اللي كانوا موجودين في الحفلة. ما تقلقش يا نادر، الناس الحلوة اللي كانوا موجودين في الحفلة كلهم موجودين معانا على السفن، وهتشوفهم كتير في رحلتنا. اللي مجوش بس هما بنات أجاممنون وبنت مني لاوس. يا غدير، البنات الحلوين مجوش معانا، ونسيت كمان أخيل، هو كمان مجاش معانا، شكله كده هرب ولا إيه؟ ما هو قال يا عم نادر، قال إنه هيجيب الجيش بتاعه والأسطول البحري وهيحصلنا على ميناء أوليس، يعني مهربش ولا حاجة. هو كده الأسطول البحري بعد ما اتحرك من موكيناي مش هيقف غير في ميناء أوليس علشان يتجمع مع باقي الملوك، مش كده؟ لا يا غدير، الملك أجاممنون قال إنهم هيعدوا الأول على جزيرة ديلوس علشان يجيبوا منها بعض المعنى. اشمعنى يعني جزيرة ديلوس؟ اللي يسمع كده يقول إن موكيناي مملكة أجاممنون ما فيهاش لا أكل ولا شرب، لكن ما شاء الله المملكة فيها خيرات كتير جدا. الملك أنيوس ملك جزيرة ديلوس بعت رسول لأجاممنون وقال له إنه هيبعت معاه مؤن كتير يكفيهم لحد ما يوصلوا طروادة. أنا عارف إن الطريق لطروادة طويل قوي، بس الملك قال إنه هيبعت معاهم أكل يكفي الجيوش الفترة دي كلها. هي جزيرته غنية قوي كده؟ مش جزيرته اللي غنية يا كيف، دول بناته هم اللي عندهم ملكات مش عند حد تاني من البشر، وملكاتهم دي خلت جزيرتهم غنية جدا. ايه هي الملكات دي يا هدهد؟ وجزيرتهم غنية بايه بالظبط؟ هم تلات بنات اسمهم إليس وزبرمو وإينو، والدهم وهبهم لعبادة الإله ديونيسس، وبعدها الإله ديونيسس اداهم قدرات خارقة لما بيحتاجوا حاجة ويطلبوها من الإله بينفذها لهم على طول. عرستي يا عم الهدهد، أنا لسه مش فاهم إيه هي القدرات الفائقة دي. يعني يا نادر، اللي بتلمسه إليس بيتحول لزيت، واللي بتلمسه سبرمو بيتحول لقمح، أما إينو فاللي بتلمسه بيتحول لنبيذ. زيت وقمح ونبيذ دي حاجات مهمة أوي، علشان كده طبعا جزيرتهم غنية جدا. أمال أنت فاكر إيه يا بكير؟ جزيرتهم فعلا غنية وعندهم حاجات تاني كتير، لكن دي أشهر المؤن بتاعتهم. ده باباهم ده محظوظ قوي، تلات بنات خلوه من أغنى الملوك، والملك ده ما عندوش ولاد ولا إيه؟ ده عنده تلات أولاد كمان، وأشهرهم ولد اسمه أندرون. غير التلات بنات ده، غير إن الملك أنيوس نفسه بيقولوا عليه إن واحد من أولاد الإله أبول، وهو وابنه كهنة أبول، وبيقدروا يتلبقوا بالغير. يعني هو ابن أبولو والكاهن بتاعه، لكن وهب بناته لخدمة الإله ديونيسوس. طب إزاي؟ هو حب إن أسرته تبقى تحت رعاية أكتر من إله علشان يحموهم ويحموا مدينته، وهو بنى للآلهة معابد كتير عنده في جزيرته، وجزيرته دي تعتبر مركز كبير لعبادتهم. أنا شايفة إن إحنا داخلين على المينا بتاعت جزيرة ديلوس، وأنا عندي فضول قوي أشوف البنات دي. أكيد طبعا يا غدير، أي حد هيسمع عنهم هيبقى عايز يشوفهم، وأنا شايف الملك أجاممنون واقف بيتكلم مع منيلاوس وأودوسيوس هناك أهو، وشكله بيرتب لحاجة. أنا هروح أعرف بيتفقوا على إيه، واللي يحب يعرف يحصلني.
قول لي يا منيلاوس، ايه الاخبار؟ استقبلت الرسول اللي جه من عند الملك انيس؟ ايوه يا جنون، استقبلته انا وديسيس، وقبلنا هديه الملك انيس. تقصد سفينه المؤن؟ مش اي سفينه يا جنون، المؤن اللي عليها هتكفينا وقت طويل. احكي له ديسيس. السفينه عليها قمح وزيت ونبيز، ده غير الفواكه والبكور المختلفه وحاجات تانية كتير. انا امرت الجنود ان هم يحملوا المؤن دي على السفن بتاعتنا. بقول لك يا جميل، مش واجب برضو نروح نزور الملك انيس ونشكره على الهديه بتاعتك، خصوصا اننا قريبين للمملكه؟ هو ده اللي كنت بفكر فيه يا منيلاوس، انت واوديسيوس تروحوا للملك انيس وتبلغوه شكري انا وجميع الملوك اللي موجودين هنا. نشكره بس يا جميمنون، ولا انت بتفكر في اللي بفكر فيه؟ عارف يا اوديسيوس، احسن حاجه حصلت ان صديقك يفهمك من غير ما تتكلم، واضح ان طريقه تفكيرنا واحده. طب يا ريت تقولولي انتوا الاثنين بتفكروا في ايه. انت عارف يا منيلاوس ليه جزيره ديلوس غنيه بكل الحاجات اللي بعتها الملك انيس؟ انا سمعت ان بناته عندهم قدرات مش عاديه، ادهالهم الاله ديونيسوس، وهم السبب الاساسي في غنى جزيره ديلوس بالطريقه دي. بالظبط يا منيلاوس، بناته ادوا كتير قوي لجزيره ديلوس ولوالدهم ولشعبهم، وان الاوان يساعدوا ناس تانيه بيحتاجينهم اكتر. ناس تانيه؟ تقصد ايه يا اوديسيوس؟ هو يقصد يا منيلاوس ان احنا الناس التانيين اللي محتاجينهم اكتر من والدهم ومن جزيرتهم. احنا محتاجين مواهبهم علشان يمدونا بالمؤن اللي هنحتاجها، وخصوصا اننا داخلين على حرب. انتوا تقصدوا ان احنا ناخد البنات دول معانا طروادة؟ ايوه يا منيلاوس، لازم ناخدهم معانا. الجنود اللي معانا دول لو ما لقيوش اكلهم وشربهم وقت ما يحتاجوه، انت ما تضمنش رد فعلهم هيكون ايه. البنات دول ثروة وجيوشنا محتاجاهم، لازم نقنع والدهم وييجوا معانا الطروادة في فترة الحرب. في وجودهم مش هنقلق ان المؤن ممكن تخلص مننا في اي وقت. تفتكر يا اوديسيوس ممكن والدهم يوافق انهم ييجوا معانا الطروادة، ييجوا معانا الحرب؟ لازم يوافق. قولوا له اننا هنجهز لهم سفينة خاصة بيهم هتكون عليها كل حاجة ممكن يحتاجوها، والسفينة مش هتفرق كتير عن قصر والدهم، واكيد هم هيكونوا اغلى من الجواهر، والجيوش كلها هتحميهم من اي اخطار ممكن يشوفوها. وافرض والدهم ما وافقش يا جنم؟ هتروح يا منيلاوس انت واوديسيوس وهتقنعوا انيس انه يبعت بناته معانا، ولو ما وافقش انه يبعت بناته معانا في سلام هيكون هو اللي اختار الحرب. رضي او مرضيش، البنات لازم ييجوا معانا. تقصد اننا ممكن نحاربه يا اجاممنون علشان ناخد بناته؟ ما تقلقش يا منيلاوس، لسه ميعاد الحرب ما جاش. واتطمن يا اجاممنون، احنا مش هنتحرك من هنا من غير بنات انيس. واعرف كويس ان اوديسيوس لما بيحب يوصل لحاجه بياخدها بالسلم او بطرق تانيه كتير. سؤال الحلقه 82، الملك انيوس كاهن للاله زيوس ديونيسوس ابولو. ترسل الاجابات الصحيحه على ايميل هيئه تنشيط السياحه eta.awareness@egypt.travel. الايميل بالتفصيل eta.awareness@egypt.travel. مغامرات غدير وبكير. مغامرات غدير غدير وبكير في عالم الأساطير. تكتبها مروى محي، مدحت رياض. الإخراج سعدي حسين.